السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله حنديروا قلب اللوز ولا الشاميه كما يقولها في بعض المناطق. وهذه الوصفه هذه صدقوني وصفه معتمده عندي، نديرها وتنجح لي 100%. نشوفوا هنا المقادير. كما راكم تشوفوا عندي 4 كيسان تاع السميد. هنايا استعملت سفينه، ما استعملت السميد الخشين، استعملت دومي غرو نصف غليظ. هاد الكيسان يرفدو 240 مليلتر. نسحقو 4 كيسان وزوج كيسان تاع السكر. دوك نزيد الكاس الزاوج ونسحق نص كيلة تاع المزهر والنص الماء، يعني كيلة ما بيناتهم. نسحق لافاني والرشة تاع الملح، ونسحق ثاني نص كيلة تاع السمن. راني ندوب فيها. أول حاجة نبداو بها هي السيرو تاعنا ولا الشربات. نجيب هنايا كسرونة، ندير فيها زوج كيسان. بون انا ندير هذا، ندير الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، صافي. ندير زوج كيسان تاع السكر مع 4 كيسان تاع الماء. الشربات العاديه اللي مولفين نحضروها. كيما هكا دوك ندير لها البرش تاع القارص ونحطها تغلي. كي تبدا تغلي 15 دقيقه، نحسب لها 15 دقيقه ونطفي عليها. دوك انا نجيب القصعه تاعي باش نخدم اناس. قلت هنا عندي 4 كيسان تاع السميد. مع زوج كيسان تاع السكر. كيما راكم تشوفوا هنا عندي زوج كيسان، وشنو انا مانيش راح نكملو كامل، راني حنخلي هكذا قد صبع. يعني اللي يحب الحلاوه بزاف يدير زوج كيسان، واللي يحب الحلاوه شويه ناقصه يدير غير كاس ونص فايت شويه. ندير لافاني ورشه تاع الملح. هنايا نزيد نص كيلة تاع السمن اللي كنت ذوبتها. السمن راح يمدلها بنة. ويخليها طرية. دوك نقعدو هكذا نحكو فيها ما بين يدينا حتى داك السكر يتخلط مليح معاهم. ودوك راح ندير نص كيلة تاع المزهر. ونص كيلة تاع الماء، يعني كيلة ما بيناتهم. بعد ما خلطنا السميد مليح مع السكر والسمن، دوك نبداو نرشو فيها هكا. بهذه الطريقه هذه دوك انا نخليها تريح هنايا واحد ربع ساعه، ومن بعد نديرها في البلاطو. هنا بعد ما فاتت ليها هكا 4 ساعه راني وليت لها. كيما راكم تشوفوا شغلها هي طلقت الشغل كي لحسن هذاك السكر كامل ذاب. دوك نخلطها شويه. كيما هكذا دوك نجيب السنيوه، راني دهنتها انا هنا بالزيت. نديرها لداخل.
نسي كيفاش نمشيها كامل. انا هنا السنيمة تاعي تلفد الديامتر تاعها 30 على 25. دوك كيما هاكا دوك نجيب وحدة مغيرفة ونقعد نسقم لها كاع السطح تاعها. كيما هكا دوك نشد موس، ما ندخلش الموس حتى لتحت غير من الفوق، خنط راسي هابرك. كيما هكا دوك ندير لها حبيبه تاع اللوز ولا الكاوكاو اللي كاين. كيما هكذا البنات دوك انا ندخلها للفوق تاعي، ديجا راني مسخناته من قبل، لازم الفوق تاعنا يكون سخون مليح. كي نشوفها بدات تحمر لي من هنايا مع الطرف نطفي من تحتها ونشعل من الفوق، ومام طون كي نشوفها بدات تحمر لي منها مع الطرف نجبدها نعاود ندهنها بالسمن ونعاود ندخلها باش تحمر لي في الوجه تاعها. كيما راكم تشوفوا البنات هنا قلب اللوز تاعي راهي طابت. كيما قلت لكم من قبل كنت كي شفتها حمرت لي مع الطرف جبدتها دهنتها من الفوق بالسمن، عاود دخلتها، عاود شعلت لها من الفوق حتى اللي حمرت لي هكذا. دوك انا نجيب الشربات تاعي. الشربات تاعي راه هنايا راه دافي، ما راهش بارد وماشي سخون. دوك نزيد له فنجان تاع مازار. ونسقي القلب اللوز. كيما هكا دوك انا نعاود ندخلها للفوق. الفوق تاعي راه سخون وشنو راه طافي، نخليها واحد 5 مينوت ونعاود نخرجها. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا بعد ما خليتها كيما قلت لكم 5 دقائق في الفوق راهي شربت لي هذيك الشربات تاعها. نعاود دوك نقسمها. كيما راكم تشوفوا هنا القلب اللوز تاعي بعد ما خليتها ريحت دوك نقسمها. كنجيب الكيسه تاعي ونحطها. كما راكم تشوفوا البنات تجي ما شاء الله. نجيب التبسيط. كما راكم تشوفوا هنايا البنات بعد ما حطيتها في التبسيط جات ما شاء الله، تجي طريه ومعسلة والبنة ما نحكي لكمش. ان شاء الله الوصفة تاع القلب اللوز اللي درتها معكم تكون عجبتكم. ما تنسونيش بليجام تاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تهلاو في روحكم، مع السلامة.